شوارع فرانكفورت شهدت مشادات بين الألاف من المتظاهرين والشرطة الألمانية صباح اليوم الأربعاء، أسفرت لحد الساعة عن جرح شرطي. المحتجون يعارضون سياسة البنك المركزي الأوروبي الذي سيدشن مقره الجديد في الوقت الذي تعاني فيه أغلب الشعوب الأوروبية من سياسة التقشف. مقر بلدية فرانكفورت تعرض لرشق بحجارة الأرضيات، كما أشعلت النيران في الطرقات وأحرقت بعض السيارات، ما اضطر مصالح الإطفاء للتدخل. المظاهرات جاءت استجابة لنداء منظمة بلوكابي المناهضة للرأسمالية. الشرطة بدورها جندت عدة ألاف من عناصر الأمن وكذا العشرات من خراطيم المياه والهليكوبترات لتأطير الحدث. المقر الجديد المركزي الأوروبي يقع على ضفاف نهر الماين الذي يمر عبر فرانكفورت. المبنى متكون من ناطحتي سحاب بارتفاع يصل إلى 185 متراً، وكلف مليارا و300 مليون يورو.